بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية أحكام صلاة الجماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، ذكرنا في الحلقات السابقة طرفا من أحكام صلاة الجماعة، وها نحن أولاء نواصل في ذكر بقيتها، سائلين الله لنا ولك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. اعلم أن الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة إن شاء الله، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة: وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع معه دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها لأنها ركن من أركان الصلاة، فيأتي بها وهو قائم. وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. وإذا وجد المسبوق الإمام على حال، أي حال من أحوال الصلاة، دخل معه، لحديث أبي هريرة وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، وهو رواية الجمهور للحديث. وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. ورواية وما فاتكم فقضوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فيحمل قوله فقضوا على الأداء والفراغ، والله تعالى أعلم. وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا اشتغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهد الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام بعد الفراغ من الفاتحة منزل منزلة قراءتها، فقد قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، وإنما دعا موسى عليه السلام فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وأمن هارون عليه السلام على هذا الدعاء فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. أما إذا كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يسمع الإمام،
فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم. ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. قد قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض، ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه، وقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين، فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى أن لا تصح صلاتهم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؟ لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة في الأحكام، إنه سميع مجيب. فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.